ورفاه المجتمع القطري هدف تعمل دولة قطر لتحقيقه من خلال نظام متكامل وشامل يقدم حلولاً فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية للصحة العامة. وكنتيجة للاستثمار الفعال والمستدام في قطاع الصحة العامة، أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تحصل على الشهادة الدولية لاعتماد خدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأمريكي لخدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إن حصول وزارة الصحة العامة على هذا الاعتماد الدولي الرفيع يؤكد أن مفاهيم ومبادئ ممارسة الصحة العامة في دولة قطر تنفذ وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية. لقد حرصنا منذ البداية على ضمان المشاركة الفاعلة من كافة قطاعات الدولة في العمل لتحسين منظومة الصحة العامة، وأن نعمل مع الأفراد والأسر والمجتمع ككل من أجل مجتمع صحي. وتحرص وزارة الصحة العامة على التخطيط المحكم لضمان النجاح والتعاون مع الشركاء لتأمين الاستدامة والأداء الجيد لضمان الفاعلية في خدمات الوقاية والحماية وتعزيز الصحة. نعمل على إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج لتعزيز صحة جميع فئات المجتمع وتقليل معدل انتشار الأمراض المزمنة غير الانتقالية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الخاصة بالصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. وتركز جهودنا على منهج المعرفة الصحية لتمكين أفراد المجتمع من التحكم بصحتهم بشكل أفضل. نعمل على حماية صحة المجتمع من خلال إعداد خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية وتحديث البرنامج الوطني للتطعيم ووضع خطط التوعية بما يحقق أهداف الصحة العامة. لقد أثبتت الجهود المشتركة وتعاون كافة قطاعات الدولة والمجتمع نجاحها البارز في حماية المجتمع من جائحة كوفيد-19 التي مثلت التحدي الأبرز للصحة العامة محلياً وعالمياً. نعمل على تنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتصل بسلامة الغذاء لتقديم خدمات تتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في خدمات التفتيش والخدمات المخبرية وتحليل المخاطر ووضع معايير للرقابة والإشراف والتنظيم، وتمثل الصحة البيئية إحدى أولوياتنا، ونعمل على مراقبة ومتابعة العوامل المسببة للأمراض من خلال 4 مداخل رئيسية تتمثل في المياه، الأغذية، الهواء والنفايات، لينعم المجتمع ببيئة سليمة وصحية خالية من الملوثات والسموم. عند زيارة خبراء البورد الأمريكي لدولة قطر، اطلعوا على نظام الحوكمة في وزارة الصحة العامة والتسيير الإداري والمالي واعتماد التكنولوجيا الحديثة وأمن المعلومات ورصد الأمراض وعوامل الاختطار وجودة خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ. With the state of Qatar receiving this accreditation, the U.S. board has gone beyond the local accreditation of public health services, which was limited to states in America, to the global stage for the first time since its establishment in 2007. The American board and the entire public health community in the USA will be enriched by our relationship with Qatar and what we can learn from each other.